اللي شوتايم في سيزون 4 سيزون جديدة وزاد كيما قلت لكم كي العادة فما الربح وفما عادة الربح في عبد اللي شوتايم بخلاف فرهيد وجو وفما كهرباء باش تخرج من هنا لاخر الشهر هذا ولذا كيما شفتوا الكهرباء اللي تربحت لي في اول ليميسيون دونك حظوظكم وافره حظوظكم كبيره برشا شنو هي سهله ياسر تبعث اس ام اس في حرف ا على 85 899 وتحب تزيد توفر حظوظك ابعث اكثر من ميساج وتروح بكهرباء من عبد اللي شو تايم وتوا عندي ضيفه مزيانه تحفونا باش يقدمها لنا اهو إذا سادتي نساتي سادتي حضرات السادة الأفاضل ما زال لقاؤنا بكم يتواصل لنستقبل معهم بكل حب نجمة تونسية أرق من عف لما سجد لديها الحزن واقترب وأنقى من شجن الصفا خمد بسحرها السعير الملتهب هي ممثلة تونسية لعصيتها خلال العشريات الأخيرة من خلال أدوارها الدرامية الكبيرة وبرامجها الترفيهية القديرة إلينا وليكم مي عز الدين تونس وإمي عدمس العرب كريستالة الشاشة كبيرة والصغيرة الممثلة والنجمة الرقيقة السنو وايت مريم بن مامي أهي عسل يا فراولة عسلامة شحيلكم اي نعم بول كورونا الكلب هكا ولا ما لا دخل اخويا ميرسي سي جونتي فريمون ميرسي بوكو وانا ليه انت انت عاد كل يوم انا وياك بريسك باهي اسمعني اي نعم بول كورونا ريت حرمتني من بجاه ربي كان ما كانش فما كورونا كنت تبوسني بيان سور يا اخي شنو با سيزون 4 مرحبا بكم في سيزون 4 في ديكور جديد مرحبا بك مريم بن مامي عايشك ميرسي لوس اسمعني على فكره انا ما عادش نتحرك جمله شو ما عادش تحرك ما عادش نتحرك ما عادش نمشي للاستديوهات جمله على فكره رجعتني قلت لي ما عادش تحرك جيت على خاطرك عايشك يلا ياسر عليا ياسر عليا خاصة سيزون 4 سيزون قوية برشا عملنا الديكور هذا الكل جديد على خاطر كي سمعوا انت جاي قال بدل ديكور البارح بدلوا ريتشي بربي اما فريمون سي تري جولي سي في افيك بوكو دو جو فيليسيت سي تري جولي انا في عبد اللي شو تايم تري جولي وانا تري جولي تبارك الله عليك هذا حتى انت تري جولي ميرسي عروش من غير رمي الورود كومون من غير مريم مريم رمي الورود باهي مريم بن مامي نجمة تونسية بوليفالونت تعرفت كممثلة لكن عملت تجارب كرونيكوز كمناشطة منتجة برشا الناس يحبوك من خلال أعمالك لكن الناس اللي ما يعرفوك في الدنيا يعرفوا كيفي أنا ماني نعرفك في الدنيا يعرفوا مريم الحلقانية مختلفة على الإيماج اللي عندك للجرون بيبليك العباد يزون امبريسيون اللي انا ياسر قنن وياسر هكا خاطر نحكي بالسوري وكل شيء ياسر اللي انا معناتها ياسر قنن دون فاسون جينيرال الوغ كو با دو تو معناتها سي با سا دو تو انت ماكش قنن؟ لا مانيش قنن مال شنو قاعد يتكلم تو با سا دو تو انا نتكلم هكا مي بون مانيش قنن معناتها دون لو سونس فريمون اون مابيل حربيه معناتها عندي صحابي اللي يعرفوني انا اللي نعرفوا فيك انك مثلا في الدنيا رجله برشا حربيه توقف مع اصحابك ما تتنكرش لاصحابك تسب معاهم انا نعرف في مواقف وقفت معاهم ونعرفك ملي نحن صغار بريسك ملي لكن انت ليماج هذيا نتاع تتكلم فرونسي وقنن وهكا فين وعليه انا على خاطر ها واش نقول لك على باز كيفاش بديت الحكايه نتاع سوريا خاطر جو سوي ني دو مير فرونسيز ني دو بير اترانجي من عليه اما ها وعلاش على خاطر عندي تلاكوينه في ملي كنت صغيره كنت ملاكونه على الاخر ما كنتش مسرحه اي ما زلت شوي سيد حسن ممثله تحسنت تحسنت صار هذا الكل تحسنت اي معناتها توا معناتها توا تسمى تحسنت على خاطر قبل ما كنتش نحكي جمله بالعربي دوك العربي فيه را وفي برشا حاجات في العا وفي الك وفي ذاك الكل دوك جي بريفيري بارلي اون عربي فهمتك معناها نوع من كانك ما نجمتش العربي كانك عندك فيه عقده ومشكله كان عقده وخرجني كومبلكسي وخرجني شو تحب ان توكا انا توا اليوم جو ميتريز العربي والسوري اون ميم كنت كومبلكسي à un certain moment, adolescent. Oui, j'ai un complexe, bien sûr, j'étais complexée. J'ai eu un complexe pendant longtemps. Nous sommes allés à l'arabe, à l'arabe, à l'arabe, à l'arabe. مش عندك المش اي كان عندي برشا المش
كانوا العباد ياسر يتمقصوا عليا على خاطر معناتها خاطر نمش كان عندي برشا نمش هكا دونك عندك دو كومبلكس كان من النطق مشكله نتاع النطق لا النطق ما كانش كومبلكس النطق انت كممثله كنت اكتشاف سامي الفهري من بعد خدم سنين في الحوار التونسي وكنت بنت القناة المدللة هاي علاش المدللة؟ كنت كان بنت القناة المدللة أنت تعرف كنت تدافع على القناة وانجاجي مع القناة و... بيان سور انجاجي مع القناة خاطر خاطرني ساعة أنا نحسب روحي معناتها بنت القناة كما قلت أنت ومانيش مدللة معناتها نتاع كل لو با دو تو جاو عباد معناتها وخذوا بيتيتر أكثر مني علاش معناتها؟ بعد خرجت من القناة وكأنك ما عادش بنت القناة من بعد، اش صار تبدل؟ لا أنا خرجت من برنامج، أنا ديما نقولها أنا خرجت من برنامج ما كانش عاجبني معناتها البرنامج ما مش هو البرنامج أون وي ميم ما كانش عاجبني معناتها أمور جدية، ما عادش لقيت روحي نجم نضيف فيه حاجة، دوك خرجت من برنامج هكا هو، أما أنا جو غارد بون رابور افيك فاضل بن عمار، افيك توت ليكيب معناتها افيك لاكيل جي ترافايي، ومع جماعة الحوار الكل معناتها جو غارد بون رابور، فهمت؟ أما تبدلت اليوم، ما عادش فما توا اليوم حسب ما صار سورتو خلوط التاسعة وهذا جال هذا والآخر مشى لهذايا تبدلت ما عادش فما ولد القناة هذه ولد القناة الأخرى والدنيا ولا مازال لا علاش أنت هاو توا تدافع على قناتك القناة اللي أنت تخدم فيها هي غدوة نخرج منها تنصبها لا ما ظهر لي تو ني با لو جونغ جو بونس با لا لكن نجم غدوة فما منشط يخرج من هوني يسب هوني يمشي غاديك يسب غادي هذاك معروف بالسبان هو شكون على شكون واحد فما منشط هكاك ديما يسب تحكي في المهموتة فما منشط ان توكا شفتو سب قناة التاسعة وسب قناة الحوار. هو يخدم وين توا؟ مش لازم نقول وين يخدم. باهي شنو اللي تبدل اليوم؟ في شنو؟ في علاقتك مع القنوات الأخرى، في علاقتك مع المهنة، مع أصحابك اللي في القناة القديمة. والله المهنة ما عادش عجبتني كما قبل لطفي. الحق نتاع ربي معناتها قبل كنت لاقية راحتي خير من هكا برشا. ما عادش فما برامج فريمون اللي انا نجم نشوف روحي فيهم فهمت مش معناتها انا راني طياره ومعناتها انا معناتها معناتها يفو نعرفش انا جو شيرش مينيموم كوا جو شيرش با لا بيرفيكسيون فهمت اي انت انت مريم سامحني تو كي قلت برامج انت كانك حسيت روحك قفزت على الناس الكل خرجت من امور جديه وقلت ما عادش تعجبني وكان كانهم معناها هما نيفو تري با وانت نيفو نتاعك انتلكتويال هرب بهم زاد ديرنييرمون مع نوفل في اخر ايميسيون كنت قاعده معاهم وحتى في ليميسيون ظهر انك متقلقه منهم وليت متقلقه ماك الباسيس اللي انت تسميها باسيس وقلت انت علنا انه سي دلا باسيس وسي ان نيفو ميديوكر انا ما لقاروش ما لقاش روحي فيه شو ما قلتش سي دلا باسيس الغله وتسب المله لا لا ما قلتش سي دلا باسيس جي با ديك سيتي دلا باسيس جي دي كو معناتها معناتها اللي نسربيو فيه للشعب اليوم ما عادش نحب نسربيه ما عادش جي بلو انفي دون فير بارتي فهمت بعد ما تسربيت وفيت شو بعد ما تسربيت وفيت سربيت لا كنا سربينا سربيت انت لا كنا سربينا ان سيغتان مومون كنا سربينا لطفي ما معناتها يفو با كون نيسا ان سيغتان مومون كنا سربينا وكنا اون ايتي اوبيجي باش نسربيو وكنا لقينا رواحنا في معناتها اون بوزيسيون و يفالي كون سيرف اي كون افي با لو شوا شنو هو لي بوزيسيون؟ اش خلى اليوم بيان سور لاباس عليك امور ثانيه؟ خلاك اليوم تخدم في ديزيميسيون انت ماكش فرحانه بها؟ استنى لا شكون قال لك ساعه نخدم في ديزيميسيون مش فرحانه بها؟ انا اليوم كنت نجم ندخل في اي قناه كنت نجم معناتها نعمل اي كنت جوري بي اوكيبي نابورت كيل بلاس ما عنديش مشكل معناتها اما انا ما نحبش مانيش قاعده نجري عليها الحكايه فهمت؟ عندي اون بروبوزيسيون كي اون فيو توا لا يمات كي با مال دو تو بوتيتر باش نقبلها بوتيت مع انا قناه ما نعرفش يمكن مع قناه التاسعه حكيو عليها في قناه التاسعه هاي الحكايه هذه فهمت ككرونيكوز منشطه تعدي الاخبار تشطح شنو اخز ككرونيكوز اسمعني ككرونيكوز اما مش كرونيكوز انت كنت كرونيكوز وهربت خاطر انا قلت في موزايك اف ام قلت لي انا ما عادش لو بوست دو كرونيكوز نو مانتيريس بلو فهمت دونك انا او فيت لو تان لو فيت داتر كرونيكوز دون ان بروغرام اللي نجم جو سوي بيه لي زاكتواليتي دو بيي ونجم نفع بيه العباد انا À ce moment-là, je peux redevenir chroniqueuse. Parce que dans chroniqueuse, il y a l'autre fille Amélie qui est chroniqueur, il y a Maya Khsouri qui est chroniqueuse, il y a plein de gens qui sont intéressants. Mais tu m'as dit que les chroniqueurs, les léger,
دي فاست فود. سامحني خلينا نكمل لك جملتي. انا عمري ما كنت ليجير. خلينا نكمل لك. كنت معاه، كنت قاعده معاه، كنت في الجو هذاك، كنت ما تنجمش تخرج دي جروند دي. كنت قاعده معاه، ما عمري ما عنديش التابع نتاع لا ليجير. اي مي اليوم انت شنو معناها فجأة باش تولي لنا مايا كسوري؟ لا لا، شكون قال لك؟ في عماري هكا وعطيت ليكزومبل هذا اللي تحب نحكي لك على نحكي لك على لي كرونيكور. مش معناتها فورسيمون خاطر انت كون لو فاي او با اليوم حك راسك ولي كرونيكور ولا انا غالطه. حل زابي شويه في التلفز وتشوف، معناتها تشوف اللي فما حاجات معناتها ريديكول، معناتها فما عباد كي سوبخين بوغ كيلكو شوز ويحكيو باسمهم ويتخايب روحها اسمها كبير ويتخايب روحه اسمه كبير ويعملوا في العار في البلاد ويسربيو في حاجات معناتها اللي ما يتسماش. فهمت علاش نحكي على الكاتيجوري هذيك دي كرونيكور هذوكم معناتها؟ فهمت خاطر اليوم لو مو كرونيكور اليوم انا وليت نحشم باش نقول جو سوي كرونيكوز. اي لكن انت اليوم الكرونيكور اللي وافقت عليه ومشروع كرونيكوز اللي وافقت عليه حاجه ستيل مايا الكسوري، ستيل لطفي العماري، ستيل اون انتلكتويال عندها حاجه ساعه مزيانه على الاخر، المنشط نتاعها محليها على الاخر، يعمل في حاجه ناجحه على الاخر في الراديو، يفو روبرودوير لا ميم شوز. ما سالتوش باش نقول لك شكون. انت ما سالتوش هو؟ ما سالتوش باش نجم جو لو ديفوال. نجم انا نجم جو ديفوال. لا انت تنجم تو ديفوال. انا جو با جي با دوموندي لا بيرميسيون. فهمت كيفاش؟ انا عندي الاخبار بويسك القناه هذه تاعي مالكها. عطيني تليفون نكلمو نقولو نجم باش نعديك اليوم اسمك في التلفزيون. القناه هذه والله اعلم. فهمتي باهي مولاي القناه والله اعلم. نجم نقول لك 99% اللي انت باش تخدم معاها كرونيكوز رفيق بوشنيق. ها؟ صحيح ولا اي رفيق بوشنيق عنده هكا برنامج كيما هكا في ذهنه قاعد ايميجات وقاعد كلمني وقال لي معناتها قال لي بوركو وين عاجبني. ما هو كان في اعداد امور جديه زاد في برنامج اللي انت تقلقت وقلت مشكله في مشكل في الاعداد. قالوا لك في لوغيات. قالوا لي حتى في خشمي شيء مكفيت. اي شنو انا تقلقت في الاعداد. انا ينجم يكون باغ اكزومبل ما يعجبنيش في الاعداد الوغ سي با لو كا، ما يعجبنيش هو في الاعداد وينجم يعجبني في التنشيط وفي التقديم. ها 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 صفقوا عليها زاده مثال شيء سلكتها في هذيا بسلكتها في هذيا امور كبيره. جيتك محضره روحي ريقده مليح. ريقده مليح وامور كبيره. انت زاده عندك برشا حاجات جدد السنه، انت ناشطه برشا العباد مش فايقين بيك. انت العباد مشكله انك جيت كرونيكوز ديرنييرمون مش في بالهم مريم هذيك الكرونيكوز، لكن انت ناشطه برشا وتخدم برودكتريس، تخدم عندك برشا حاجات، عندك انيماتريس، عندك ايميسيون تقدم فيها، عندك برودكسيون قاعده تصور، عندك ايميسيون تحضر فيها نتاع جو، معناها تعمل في برشا حاجات. اي اما انا جو سوي تري ديسكريت معناتها كي نخدم من جو سوي با لو جونغ، انا جو سوي با تري انستغرام و تري ريزو سوسيو، معناتها انا جيم بيان كون جو في كيلكو شوز جو لا في ديسكريتمون. فهمت من بعد كي نخرجها انا ديما من نوع تاعك في لوتفي، انا من نوع ديما خوافه راهو. ديما معناتها ما نعرفش بوتيت سي تان مانك دو كونفيونس زاده في روحي بوتيت ها بوتيت جو نسي با معناتها mais nous manque de confiance l'inarfo la définition du manque de confiance معناتها لي معناتها يمكن ديما نخاف ويقول لك هو بالنسبه لك يقول لك اللي خاف نجي ديما نخاف نخاف جي توجور بور دو فواري جي توجور بور دو نو با غاني كوا فهمت خاطر جو تربح في الاخر ولا متربح نربح في الاخر الحمد لله يا ربي باسكو بون باسكو جو ترافاي جيستيم كو شو كيلكان دو بوسور فهمت اما بون نخاف سافي. عندك زاده سيت كوم تحضر فيه رمضان مع لبنى الزديري حسب ما سمعنا. اي وكي نقولوا سمعنا راهو معلوماتنا دقيقه ماناش نلعبوا. نعرف انت دقيق ومعلوماتك دقيقه وشكون يقربك انت؟ ها؟ وشكون يقربك انت؟ تو انت في التاسعه ويا في الحوار وين باش تعدى هذا؟ مازال تعدى في الشارع؟ علاش شكون قال لك مازلنا ما نعرفوش باش تعدى في التاسعه ولا في الحوار مازلنا ما نعرفوش. علاش يا اخي؟ اللي يدفع عكس تحاليلها؟ لا علاش؟ سيت اون برودكسيون كي ابار جادكسيون سي ما بواد دو برود سيت اون برود كي ابار. اي انت كبرودكتريس تو نسال فيك انت تو لبنى ماهيش برودكتريس لبنى جوست ممثله. انت كبرودكتريس اليوم انت اليوم تخدم في التاسعه انا او بلوز اوفران اليوم معناها اللي باش يدفع اكثر بيان سور واللي نتفاهم معاها اكثر هو اللي باش نبيع له لو برودوي نتاعي وكاها من يدفع اكثر اليوم فوالا با سي سا الحمد لله جو ترافاي ما تحبش تحكي انا جو سوي لو جونغ كون جو ترافاي نخدم نخدم نصور ما نقعد بالك في الدار من اغلى الاجور في انك اليوم كي تسمحني على الكلمه تمد وجهك في بوب ولا في حاجه انت اكثر واحده اليوم تخلص اي وخاطر انا ما نمدش وجهي وكشي بتاعك بعيد برشا على البنات الاخرين اللي يرميو في رواحهم على 500 الف ومليون وزوز ملايين
اي ما انا علاش قلت لك انا قبيله؟ قلت لك معناتها قلت لك البعض من المال ولا المال كله. كيفاش البعض من هاو المال كله انت؟ لا مش المال كله، انت كثير من المال ولا المال كله. لا تعيش على فيسك عاد تعيش على فيسك ويهبطوا عليه تو يقول لك هذه قداش هبطوا عليه يهبطوا عليك. لا علاش مدخلني فيك انا؟ هبطوا عليه حبوا تحبوا يهبط عليا سافا با نو 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 اتون جي كليرسي كيلكو شوز. مانيش نقول لهم زوالية فقيرة، مانيش نخدم بطالة حتى فوالا اون خيك تي في والروبة هذيا متسلفتة والشعر هذا مش نتاعك انت نورمالمون عندك سلعة. ها جيب لي فقري الدنيا واحد وينك اللي تشوفوا فيا في الرومبوا بعد ساعات نعمل لك ونبيع في تطلعش انت تنظف البلار في الكراه شبيها بعيدة برشا هذا تحب تتكا ما تتكليش هكا قاعد مقابلني اي عايشة صايم راهو فما ما تعودناش نروك في الدراما كيفاش؟ منتاج الحاضرة ما رجعتش منتاج الحاضرة ما رجعتش اخي فما هو الدراما بعد منتاج الحاضرة ما فما شيء صار في تونس شنو برشا مسلسلات جاب اي صاروا مسلسلات ما شفتش روحي في حتى مسلسل حق نتاع ربي ما شفتش ولا ما شافوكش؟ لا ما شفتش كيفاش؟ ما شفتش الممثل كي ما يعيطولوش يقول ما شفتش روحي يا اخي الممثل هو يشوف روحه والله انت تخدم روحك والله لا ريت روحي في حتى مسلسل ما معناها كان عيطول تقول لهم ما شفتش روحي لا كان عيطولي راني درست الموضوع وشفت معناتها كان عجبني لو رول معناتها راني خديته معناتها انا جي باي دو بروبوزيسيون سا في الدراما وبالحق ما ريت روحي في حتى بلاصه برسمي باهي قلت انت بتتر بلوندا وعينيك زرق وعندك نوع معناها سان تيب هكا ولا عائق انك تكون موجوده في الليرول الكل وفي في المسلسلات الكل كيما فهم برشا ممثلات راهم كل عام موجودين انا ما راهيش عائق خاطر انا بوغ موا مش بالضروره الممثل لازمه يحضر كل رمضان لا انا ضد راني كون الممثل يحضر كل رمضان معناتها فهمت خاطر معناتها ممثل ينجم يقعد معناتها بون بوتون ويجي يخرج لك بعمل حلو برشا سورتو ممثل معناتها يبدا ناجح في دوره نجحت في دوره تاج الحاضر ما نجمش انا من تاج الحاضر نعمل حاجه موين بايزون لازمني نعمل حاجه اما بالكدا معناتها جو ساتيسفي بها الشعب معناتها والبوبليك اللي ينتظر في حاجه باهيه من مريم ما كانش سي با لا بين معناتها فهمت كيفاش شو با اوبيجي ديكزيستي شاك رمضان شات مونك باش تعمل دور فقيره مثلا اي ما حتى حد ما غزل لي في دور فقيره بايزون الوغ كو كي تجي تشوف معناتها انا نجم نعطيك دور فقيره ما كانت غنيه تحت بها الدنيا اي معناتها بون هذيك يولي اكس اخر معناتها اي فهمتك يولي اكس اخر اما وي انا شنو الادوار اللي تحلم بهم ممثل لازم يلعب كل شيء معناتها اي نحلم بدور فقيره باغ اكزومبل شنو الادوار اللي تحلم بهم اي نحلم معناتها بنت ريف نحلم معناتها بدور انسانه معناتها فقيره انسانه شريره فهمت هذوما كل ما عملتهمش وكان يجيوك مثلا تقبل؟ بيان سور كان معناتها اون بون برودكسيون ماك تعرف خاطر انت تو كيسكي سباس انت وانت تبارك الله عليك اليوم يعيطولك زعما سوا ديزون ان رول يفتق وسيناريو يلعب ومن عشان اون فوا سور لو بلاتو سي اوتر شوز معناتها دومين راهو ياسر صعيب معناتها ماهوش حاجه سهله فهمت؟ اليوم كي حكينا على الممثله والممثل والممثله واللي هو دومين صعيب اليوم باش نكتشفوا ممثله صغرونا اون جون اسمها ميرا باش تحكي لنا على دار الخلاعة نستقبلوها باستقبال حار ميرا مازلنا كي خرجنا من السيف وما قعدنا منه كان شوية تصاور على انستغرام والفيسبوك وكان تفكروا السيف نتفكروا البحورات شيزلونغ برونزاج بيدالو ستيل دو مايو كوكو بيتش بابا عزيزي قصدي السيف في عائلتنا تلقى بابا عزيزي يضرب لها الشرط الضبوط مريو الخال عم بقع بالزيت ويتبز على كرسي بلاستيك قدام الدار وبحذيه ديما واحد تلقاه باس في كل حومه ماسط بليد ركيك يدخل في اي حاجه متعنيهوش ويفهم في كل شيء يقولك البحر هكا هكا بالحريق يقولك القرش وصل النابل يقولك عملوا حركه في المجلس يقول لك زبيب يقطعوه يقول لك خد وسخ من اليوم ويعدي هنا سيف كامل لنهار ابرد مخوه كنت فكروا سيف نفكروا دار الخلاعة احنا دار الخلاعة تلقاهم زوز بيوت كومبلي بعائلة امي ثلاثة بيوت مصطفين بعائلة بابا وبرا عادي بدا كل مرة يهد فوج سلام شكون؟ اي ولد خالت امك اي شني؟ اي كل عام نبقى نقدم في روحي انا
كريتونا دار على البحر وليتوا حجره وفسيت يبعد من قدام. سلام شكونك اختي؟ اهلا هنا ساندرا بنت خالة جد امك. ايا بعد خلينا نمشي نتخلع. سلام شكون؟ يا مير مير يقولك البحر يجبد زعما يخدوني سباح منقذ. اوه عليا بابا عزيزي بابا عزيزي اجيه صاحبك المغتها وخلطت علينا. اني جيت واني جيت شكون قلت اجيه؟ قلت لك البحر يجبد زعما يخدموني سباح منقذ. كيفاش قلت لي شي خدموك ذباح؟ وين وين؟ قلت لك سباح سباح في البحر. ذباح في البحرين انت هاك دبرتها يا وليد. اوه هاني بطلت هاني خليتها لك ومشيت. احنا كيكا ودق الباب. يبش شويه باش تهدوا امه الباب. عسلامه. عسلامه اختي. قولي تبع دار العروسه ولا دار العريس؟ ولا انت العريس بيدو؟ يا اخي ظف العابدين شي يكون منك؟ للي خاطر دليعه وتقسمت على اثنين، فوله وتقسمت على اثنين. حوكا بيتي بيتك مغاديك على اليسار، وهم دارنا خلوني نتهنى مع ظافر سنين، دارنا تقول 26، بابا كل ليله هو عامل زفاره بيب. ابي الوس ابي الوس الوس فين خلى بيت راح معاك، ابي الوس يا خالتي منينه هكا كل ليله وانا نحفش فيك، يا سمير اهبط له ذاك راقد من غير جرايه، اهبط له دروج معبي، يا اهبط له بالحبل، اهبط له بالحبل، نعم توالي ادخلوا ثلاثة ادخلوا ثلاثة ادخلوا ثلاثة. فانتوز يا منير يا منير منير جي فانتوز يا منير منير. أما أكثر فينومين تنجم تراه في دار الخلاعة هي بنت خالتي والكذب متاعها. أبا 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 باش تكذب هكا الطفلة، هاي الكذب. النهار وطول وهي تدور وتفت في سورية العباد، نهار تهبط إيدين مش إيديها، نهار ساقين مش ساقيها، نهار بكيني مش متاحة. بكيني يا أخي أنا تقول بكيني؟ دي طفلة تعوم بشورتها وايرون جيمري ونص تحمى خوها. في ضربتين جفال. خلي عاد كان يكلمها حد في تليفون تتحول. هاني ولا مشيت نصيف مع الفاميليا شادو فيها صحيح؟ في الفيلا نتاعنا بيان سور فيها بيسين ولا لا؟ هاني ناكل في كراك مش يا سعيدة سعيدة بلي اعمل لي كاسكروت وأي حاجة تعرضك طاجين ملوخية تي هيك ماكلي عاملو خالك باركة. وين كنا؟ سيري اسمعني عندي دوبل ابيل تو نرجع لك. يا خي انا مش قلت لكم شيكه بصباع نتاعي ما عادش يلبسها حتى حد في شبال البحر. وملي بدا الصيف للي فا وهي كل ما تهبط سوري لازم تهبط عليها لازم تهبط عليها غنيه من الغنيات هذوما زوز. عادي تهبط صحن سلاطه تحط عليها مره شفت بحزانة تتزعبن في الليل ومره لقاها مهبطه الساقين مش ساقيها حتى الغنيه هذه. برافو برافو اكتشافات قاعدين نكتشفوا في الوجوه الجديدة متاعنا قاعدين نشجعوا فيهم لحد الآن سافا ميرا راهو مازالت صغيرة ما فاتتش 17 عام دونك يعطيها الصحة اللي تقوم به فما بروبوزيسيون فما دي بيرسوناج مش ساهل اللي تعمل فيه اليوم نعرف جسيش في عمرها سيرتو زاد أداة ممثل باش تعدى بيرسوناج بيرسوناج أول مرة زاد قدام الكاميرا دونك تحية خاصة ليها وللي قاعدين يتعداو معنا الكل. هي عملت نسكافيه كوميدي شو نو؟ إي مي كوميم عملت نسكافيه هذاك سي أن كونكور ومن بعد اليوم تلقى روحها في إيميسيون قدام جمهور وشكون وناس شكون هدي لها الفرصة هذه أنت؟ ليكيب متاعي أنا عبد اللي شو تايم قناة التاسعة مش كان أنا معناها فهمتني؟ داكور دونك أنت معروفة بسبونتانيتي نتاعك. إي والجمعة هذه شفناك تفاعلت بحماس كبير كيما برشا توانسة مع الجريمه اللي صارت مع البنيه الله يرحمها اللي غزتنا وتشوينا الناس الكل عليها لانها اليوم الحقيقه ما فماش انسان عنده شويه انسانيه ما يتمسش بالموضوع هذا وانت خرجت انت هبطت فيديو تبكي كاريمون وطلبت بالاعدام للمجرم. اي على خاطرك هاو يزي ساعه انا قبل ما نهبط الفيديو هذاك ساعه الفيديو هذاك هبطته سبونتانيمون مازلت قايمه من النوم
يذولي ما بغسلت وجهي. بالحق خرجت هكاك معناتها عديت ثلاثة ايام ملي توفيت. انت عندك دعماش كي تقومه؟ دونك قمت في الصباح عديت ثلاثة ليالي بالحق لطفي عديت ثلاثة ليالي خايبين على الاخر معناتها نتخيل في برشا حاجات وش فزيت كوشمار بالرسمي. بعد عملت هكا قلت انا مازلت في بيتي مازلت في فاتشي قلت باش نعمل فيديو باش نعمل فيديو والله صدقني عملتها وان شوت. قلت باش تتعدى هكا باش نعديها هكا كان بكيت كان شديت روحي كان تبعثت في الكلام حبيت فريمون نمس برشا عباد بالست سبونتانيتي وست. اش قلت؟ قلت اللي حرق قلب ام ان شاء الله يحرق قلبه هكا اللي يحرق قلب ام يستحق الاعدام انا بوغ ما خاطر ام سي ام الام اللي فيك اللي هي اللي تحركت ولا المراه اللي فيك حست روحها تنجم يصير لها كذا المراه اللي فيا الام اللي فيا تنجم تقول كيما تحب انت ان توكا اثرت برشا؟ والله 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 حتى لتوا توا هاو نحاولوا نضحكوا باسكو هذه خدمتنا معناتها انا على التلفزيون ماناش باش نهبطوا الكوبي للعباد مي رحمه مستني برشا كيما مسوني برشا عباد قبلها و فرحت ياسر بالديسكور نتاع قيس سعيد فرحت برشا بالحق هز لي مورالي على الاخر وان شاء الله ان شاء الله نكملوا معناتها ان شاء الله نكملوا ان شاء الله ناخذوا لكن من بعد الفيديو هذايا تعديت في موزايك بلبستها قلت كلام الناس فهموه بالغلط انت سبونتاني ولا ما تقصدش ولا تقصد الله اعلم بيك بلبستها حتى سمير الوافي بيدو هبط عليك فرق فيهم عليك وكيفاش انت نسمعوكش قلت اي تفضل معناتها نخرج نعمل مارش على روحي ما عادش نخرج مع بنتي على سقية نولي خايفه معناتها على اعصابي الحكايات هذوما كنا نسمعوا بهم في الانتيريور دي بي الشيء ولا جينا المدرسه زاد هوني المدرسه اللي احنا هوني نورمالمون معناتها قريب لقصر الرئاسه وقريب الكاتاج معناتها لابوليوس في جوست اكوتي معناتها نورمالمون هذه فليك باختو باختو في الانهج الكل ثم حراسه نورمالمون انا نمشي نوصل بنتي المكتب اليوم نوفل نسلم على 10 بوليسيه من دارنا للمكتب اللي هو 5 دقائق مريم اش فيها تبلبيزه هذه فهمت تزليطه ماهيش تزليطه سامحني فين زلت تدخل فين زلت تدخل انت قلت الحكايات هذيا كنا نسمعوا بهم في مناطق داخليه الشاي يوصل لنا المغصى صح خاطر بالحق كانه المرسى سي بلو جراف معناها كانه المرسى خلينا نكمل لك خلينا نكمل لك فهمت الناس باش نقول لك حاجه خلينا نكمل لك فهمت الناس وبعد ندافع على روحك مانيش نتهم فيك فازي فازي ماكش تهم فيك نعرف نعرف انا قاعد نعاود في ما فهمته العباد انت كي تكلمت برشا عباد فهموا الشيء هذا كنا نسمعوا به في المناطق الداخليه توا سي غاف وصلت لنا لامخسا كانهم لامخسا عباد والاخرين مش عباد هذا اللي انا ما قلتش سي غاف باسكو خلطت لامخسا خاطر هذه ساعه ديجا مش اللونجاج بتاعي قلت انا اللي احنا كوميم مش في المرسى في البونليو حكيت في البونليو دو مرسى قلت كلمه مرسى تقالت ما نسيتش حتى كان قلت مرسى ما نعرفش ما نتذكرش شنو قلت مرسى بونليو ان توكا قصر فما شون فما في البونليو فما قصر الرئيس ولا فما حماية خاصة اي ولا اللي هي ما تلقاهاش الانتيغيور دو بيي اي ولا به علاش انت معناتها كومون معناتها خمم بينك وبين روحك معناتها كيفاش انا نوصل بنتي باغ اكزومبل للمكتب نتاعها مكتبها في كارتاج خمسة دقائق بين دار بابا وبنتي جو تجور جو سالي يمكن 10 15 بوليس معناتها معبية المنطقة هذيك معبية وين صارت الجريمة معبية بوليسية عندك الغون بوان تاع الكلوزغي فيه ساعة تبارك الله الله وحد فيه كلهم نعرفهم بالاسم دايما نحييهم الكل ليه باش نقول لك معناتها شيء صاير ولا بحذاك يا سيد الرئيس شيء صاير بحذاك ولا اقتل واذبح في ستة نتاع العشية تي تخوف سا نورمال وقعدت وكان فوز انتيريسي كان حكاية الفيدغ نتاع الا مخسا وتعمل مارش وخاطرني خير ما عادش نجم نخرج انا وبنتي نعمل مارش تي ميزي ديباسون امان تو سا تي ديباسون تو سا تي زي تي انا هذيك تحب تجاوب اللي قالوا سمير وجماعه انت اسمعني جا نقول لك حاجه سمير الوافي ماهوش سي با اون ريفيرونس بور ما سي با باسكو سمير الوافي لا اكري ان ارتيكل خاطر هو تقلق فيه خاطر هو من زغوين نحب نعلمك يا سمير الوافي وين الكاميرا هذايا نحب نعلمك يا سمير الوافي اللي انت تقلقت مني اللي انا يا بابا بوك توفى الله يرحمه اول عبد جاك وعزاك جاك يجري قبل ما يجيو العباد الكل انا هي انا اللي خذيت الكهرباء وجيت عزيدك فين في دار بوك وجيت واسيت امك واسيت خواتك واسيتك انت معناتها فهمت مزيه
ما هيش مزيه لازم يتذكر اللي انا ما عندي حتى مشكل مع الانتيريور دو بيي جو ني اوكان بروبليم والحكايه هذوما كل حكايه فارغه وحكايه بدون فهمت انتريسي فو او شوز سيريوز اي لي شوز معناتها هذوما الواحد خلينا الناس بيكون قال بفضلك سمير راهو لا 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 اسمعني غششت منها لا ما نتغششش انا شو نتغشش اقسم بالله لا نتغشش اقسم بالله لا في بالي يعطيك دوده اقسم بالله لا في بالي في بالك في الاخر كتب قال لك يعطيك دوده الزح اي باهي بدا كودو اما كوميم لي ايرونيك قال قلتش كلمه يعطيك دوده الزح كف وكعبه حلوه يزي شنو كف انا ولا هو ومانيش متغشه منه راني اما جيت إيه لكن قلت لك انت انا ما انت زاد انا اللي قلت مع نوفل فورميل بيان كي تخرج في انا اللي قلت مع نوفل ما نلقى فيه حتى تزليته على خاطر انا جستيم كان جيت حتى تزليته مريم لا لا ماهيش تزليته سامحني انا سمعت هذا انت تزليته شنو كلامكم صدق الله العظيم مش كلام انا لازم نزلت لا ماهيش تزليته لا ماهيش تزليته ما زلتش علاش تحب يقول زلت ولا ما زلتش ما زلتش ما هو الناس يقولوا الكلام هكا يقولوها العباد ما زلتش وش بيه العباد وش بيه العباد مشاوش لافان دو مون ديسكور اللي انا قلت فيه مسكين الزواج اللي خاطر رحمه الله يرحمها كان جات مش زواليه وعندها كرهبه ها راهي ما تقتلتش اليوم 6 و4 نتاع العشاء خاطر كان جات هي مش زواليه وكان جات عندها كرهبه وعندها فلوس باش تعبي بهم ايسانس راهي اليوم ما تقتلتش فوالا بوركوا مسكين الزوالي وانتم قاعدين شديني كان في حكايه فارغه انت لا مش انت معناتها انتم نحكي دون فاسون جينيرال العباد اللي تغشوا مني اسمعني انا لوتفي باش جو دير ان تروك اوزلي انا اليوم وصلت مرحله في حياتي اللي نقول سو كو جو بونس اللي عينو باش يتنرفز مرحبا اللي عينو باش تتبور مع الشعب معناها لا مانيش قاعده نتبور مع الشعب انا اليوم وصلت مرحله في حياتي نقول فيها سو كو سو دون جي انفي سي سا تنيرف سا تو بلي با زاب سا تو بلي با خويا سا تو بلي ريغارد مو يا با دو سوسي هذه هي نحكي لك على المرحله اللي انا وصلت لها اليوم اي توصل المرحله هذه وتوصل النجوميه هذه جبت عبد اخر في بلاستي يحكي في موزايك كيما لا انتروجينا في الورتاني راه جو تو جور راه ضرب تلمون لغه خشبيه اللي راه معناتها الخشب تنطر من وذنيه ومن عينيه تلمون يضربوا سنة قلت سنة تلمون ولاو يضربوا في التلفز اللغه الخشبيه لونغ دو بوا يون مار يون مار تو سا باش تمتمسش زعما الشعب تو سا بور غاني الشعب تو سا بور باش معاش تي انت بيدك عايش الحكايه هذه تو انا نعم في اللغه الخشبيه لا انت بيدك عايش الحكايه هذه وعلاش تقلق برشا عباد خاطرك تتكلم وصلت مرحله زاده في حياتك اللي انت ما عادش يهمك في حد شيء واللي انت وليت تقول سو كو تو بونس غيالمون يا ما يقوليش انا سمير يعطيك دوده الزح يا خويا سمير حر يحب يقول يعطيك دوده ما يقولش يعطيك دوده عاد كان باش يقول لك اللي كنت يعطيك دوده معناتها مش كيما واحنا هوني جا نقول لك حاجه شو يقصد بها يعطيك دوده شو ما فانيش شو يقصد بها يعطيك دوده ما نعرفش معناتها يعطيك دوده اللي قلقني قال لك يعطيك دوده و ما نعرفش معناتها يعطيك دوده جون تعرف معناها يعطيك دوده؟ لا لا جو سي با شو اسمه دوده بالفرنسي؟ لا معناتها فيغ دو تيغ اي شنو نعمل له يعطيك دوده نعرف دوده عاد بالعربي تو بروبوز ان فيغ دو تيغ خويا هو اللي ليبر دو سيكسبريمي كوم يل فو فهمت ما انا حبيت نقول له راهو انا ما عندي حتى مشكله فيك لانتيريور انت كانك البريود الاخر هذه درا شنو صار لك ولا درا شنو صار في حياتك ولا في مخك ولا القرارات اللي خذيتهم وليت قبيحه شويه تعلمت عليك بالحق شكل حاجه اللي تعلمت عليك ليه سيريو تعلمت عليك ماني نتبع فيك ديما دونك وليت تعلمت عليك باهي انت كي تعلمت عليا انا عندي استاذ فان قلت استاذ عندي فان مغروم بيك وانت اللي فان نتاعك بارشا وهو استاذ عربيه بالحق راه وكلف فيك ومختص في تقييم النطق وجاب الذمه يحب يحكي معاك في الموضوع هذا وين موضوع راء 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 قل راء راء باهي راء نستقبلوا الاستاذ طاهر ترودي اهلا 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 وسهلا صباح لي سي لسعد المسمودي هكا يعيشك اي لسعد المسمودي بالضبط تشرفوا سي طاهر يعيشك بون مرحبا بكم اظن انه حان وقت الكلام لا لا ما صدقش سندريلا الشاشه سندريلا الشاشه التونسيه يا لطفي سي المسمودي نحسك ترعش والله ينرعش اقرب شوي اقرب شوي اقرب لازم نرعش يا لطفي ترعشة لا اقعد غادي اقرب معناها شويه مش تقعد عندها في حجرها ما حلى ريحتك يا عيشك بالحق تحكي معاه تقول له ما حلى ريحتك ولا ما حلى الراجل يرعش تقول له ما حلى ريحتك ارجع يا ست سي مسمود سي لطفي معنا سندريلا شاشه تونسيه
معنا مارلين مونرو قرطاج سلام وبيرسا ودرمش والمتوسط الكل. معنا سي لطفي استاذ معكم انا الاسعد المصمودي، جئت خصيصا من فرع الحروف العربيه في جامعه النطق ومخارج الحروف، فرع او قسم حرف الراء. حرف الراء وهو من الحروف البليغه في اللغه العربيه، نقول إذن انه سي لطفي لا تجحر لي ارجوك. لا والله لا والله لا بالعكس. لا لا اخترتها جمله للراء، لا تجحر لي. لا مش تجحر، انا عندي عيني تهرب الهكرة. نعم. وسيد شكرا سي لطفي. اذا قلت وتذكرت واستحضرت بيتا يعني الان الهاما شاعريا من عند استاذي الكبير المعري في هجاء حبيبته السابقه، قال فيها: خسست يا امنا الدنيا، بنو الخسيسة أوباش أخساء، وقد نطقت بعظات الأمور وأنت فيما يظن الناس خرساء. سنبدأ باللغة العربية إذن بالحروف الأبجدية. والله والله ما ستو شون. سنبدأ بالحروف الأبجدية إذن مع السيدة مريم الممثلة القديرة. باش تجربها في الحروف. نعم ستتمرين لغوي بسيط. ناس بتقوم تفضلي. شريهم تقربوش ياسر حواجز حاجز فما على مين. إذن هو حتى كممثل نعرفه ينجم يعمل لك حاجة. عفوا إذن قولي معي أرجوك. أ أي با ب با وخارج با با تا مثل هي نجمة زهرة. أستاذ موسيقى سعد زادة. تا ثا كما ثلاثة في حضرة. إذا ومهمتي أنا توا باش نورنا في شاشات المشرق العربي مثل هند ابنة صبري وطليقك في مكتوب ظفر العبدلين. إذا سنبدأ وأرجوكم أي نمر إلى 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 الحروف الأخرى. الزين 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 العين العين السر السر الكمون الكمون. إذن ونمر إلى الشين. الشين الشين ثم الراء ثم الراء ثم الراء ثم الراء. لهنا يظهر لي لازمنا جملة فعلية مركبة لبيان الحروف. غرغر الغراب غرغرة في غرغور القائلة. نكرها في الدم. لا 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 اختم على روحك. أرجوك سيدة. غرغر الغراب غرغر الغراب غرغرة غرغر الغراب غرغرة في غرغور القائلة. سلكت أنا. قلت طبعا طبعا ما دقدقت والدين أمها الكلب. نمر لبيت صغير من المتنبي أستاذي أيضا وأستاذ المعري وأستاذنا الكل المتنبي. وأراك دهرك ما تحاول في العدا. وأراك دهرك ما تراه في العدا. وأراك دهرك ما تحاول في العودة. لا صحيح النطق نتاعها سي لطفي. راهو أنا أستاذ عربي من فضلك من فضلك خليك نخدم قد تعيش. قلت لك جي في دي زيفور. نعرف نعرف. قلت لك إذا ظهر لي العربية القحة مش باش تمشي معنا مليح. نمر إلى الدارجة من فضلك سيدة مريم، استحملنا شوية. حورية محمرة بأحمر حرحوري. حورية محمرة بأحمر حرحوري. وفيديها محرمة حمراء. وفيديها محرمة حمراء. هذه نعاودوا 10 مرات. محرمة حمراء محرمة حمراء محرمة حمراء محرمة حمراء. عاود عاود عاود. محرمة حمراء حمراء حمراء. لبن خويا سمعوك يا محرمة حمراء محرمة حمراء محرمة حمراء. محرمة حمراء 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 محرمة حمراء. الله ولا الله. حسيتك محرمة حرمة عجبتك. يضي يضي يطفي كمالنا دايسي فيانا يوم. بين حيوف. قديش تعطيني نوت؟ كنت مفيعة شوية من قبيلة يضي هكا بين حيوف مي بيعيشك ميا. ميرسي ميرسي طول الماضي. ميرسي ميرسي. كان معانا طاهر الدريدي اللي شفتوه معانا في الموسم الثالث وكمل واصل معانا في الموسم الرابع. مريم الخليل كلمة الختام. إن شاء الله الحملة اللي نعملوا فيها على الإعدام إن شاء الله تتواصل تكمل توصل النتيجة. كمل إن شاء الله تجيب نتيجة وكهو وكهو سيتوها. شكرا شكرا يعطيك الصحة. اقعد معنا فصل ثم نعود.